أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة في عموم المناطق، درجة الحرارة كانت دافئة بشكل نافت. العاصمة الرياض كمثال سجلت حوالي 28 درجة مئوية خلال ساعات النهار. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، عفوا، تكون هناك تفرق لبعض الغيوم المتفرقة، 14 درجة مئوية كحرارة دنيا ملموسة، 13 رطوبة منخفضة، والرياح تكون غربية خفيفة إلى متوسطة السرعة. تفاصيل حال الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس صافي، سكاكا 25 إلى 11، تبوك 23 إلى 11، وعرعر 23 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 31 إلى 20، جدة 30 إلى 23، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف زخاترة عديم من الأمطار 23 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 20 إلى 11، أبها 22 إلى 10، وجازان 29 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 27 إلى 12، حفر الباطن 26 إلى 13، والإحساء 28 إلى 12 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 28 إلى 16، البريدة 28 إلى 12، وحائل 26 إلى 12 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.